كلمني بقى عن خطوة اعتقد خطوة كبيرة جدا واكيد ترددت فيها واكيد فكرت كتير جدا ان انت تغير الديفيجن بتاعك او الكلاس بتاعك من بودي بيلدينج 212 لتخش على الكلاسيك. ايه اللي حصل ومين صاحب الفكرة؟ والله كنت انا واخوتي متناقشين هذا الموضوع يعني فت سنة قبل لما نزلت هي هاي الفئة قبل كم سنة سنتين يمكن قبل يعني راحت يعني كلموني انه الكلاسيك شيء يناسبك لان انت ما عندك هاي الضخامة مال كمال الاجسام مثل ما انت تريد وجسمك يعني كلاسيك اكثر. ولما ما توفقت في مستر اولمبيا ما كنت ارجع للبيت واني زعلان واسمي نازل فقلت لازم ارجع الاسم تاني الاسمي ومعنوياتي وفتت في الانترنت وشفت انه في بطوله اسبوع ورا مستر اولمبيا فرحت لزوجتي قلت لها واخوي كان يونس معي قلت لهم انتوا اليوم تسافرون انا راح اظل هنا قالوا لي خير قلت لهم اكو بطوله بفلوريدا يوم السبت انا راح اشارك فيها فاعذروني يعني ما راح اسافر وياكم شنو رايكم قالوا لي توكل على الله يونس اخوي هو كان مشجعني وزوجتي قالت لي انت اللي تريد اسويه احنا معك فظليت هنيك بس شوي عانيت بالوزن لان هالقد ما انشفت هذني 4 كيلو بيومين بعدين شو ما اكلت وشربت جسمي سحب من مثل الاسفنجه يعني فزدت فصعدت تقريبا 92 كيلو بيومين ونص 3 ايام فاضطريت انزل وزني الى 84 كيلو كان عندي بس كله على بعضها 5 ايام فظليت اكل كل يوم 3 وجبات كلها على بعضها 50-60 غرام بروتين زائد خضروات 3 وجبات باليوم زائد كارديو مرتين الى 3 مرات باليوم. انت بتحرق العضلات خلاص انت قررت ان انت لازم هتحرق العضلات زائد الخسارة دي ما تأذيش الكواليتي نفسه اكيد بس قلت هي هاي فرصتي يعني انت خلاص كنت خلاص حطيت قرار حاسم ان انت مش هتلعب ال 212 ثاني اللي انت كنت بتعمله ده كان يعتبر انا قلت اردت فرصه يعني اردت فرصه الى الكلاسيك توفقت ما تفوقت توفقت ارجع ابني سنه سنتين وارجع للكمال اجسام تمام فالحمد لله ظليت كم يوم بلاس فيغاس بعدين رحت يوم الاربعاء الى فلوريدا عفوا وفتت في البطولة وتوفقت جيت مركز الأول وتأهلت إلى هالسنة هاي فكانت خطوة حلوة ونسينا اللي صار في أولمبيا ورجعنا فرحانين الأسهم رجعنا فرحانين وتعبنا ما راح الحمد لله مهما يكون يعني. طب أنت حسيت أن الفوز بتاع الكلاسيك فيزيك والسؤال ده ممكن يكون قاسي شوي أقل سعادة من أن أنت كنت تفوز بلقب 212 ولا هو مجرد فوز بالنسبه لك يعني مفيش فرق ما بين الفوز هنا والفوز هنا؟ لا هو فوز كفوز هي كانت هم يعني خطوه انا ما كنت متاكد انه تزبط لان يمكن الحكام يعجبهم ان يجي واحد من كمال اجسام الى الكلاسيك وجسمه مو اوضاعه مو كلاسيكيه 100% صح بس كان جسمي افضل جسم في هذا اليوم واعطوني مركز الاول الحمد لله ورجعت فرحان والكل فرحانين وهذا اللي صار. اسلوب التمرين اكيد اختلف واكيد الاكل كمان اختلف. بصراحه اسلوب التمرين ما اختلف كثير لان اضطريت العب راح نرجع خطوه لورا ايوه لان بشهر ال 11 ورا ما فزت بفلوريدا صار عندي اصابه بالبايسبس والكتف البايسبس انخلع وزائد الكتف كمان فسويت عمليه وظليت بدون تمرين 6 اسابيع نهائيا بدون تمرين وهي اول مره اني اترك التمرين من سنه 2000 لسه هالمده طويله يعني اكثر شيء انا تارك التمرين يمكن اسبوع 10 ايام ده كان بسبب الحادث في التمرين ولا هي كانت اصابه قديمه يعني تروح وتجي
طورت بس ما بقى. صارت بالتمرين سبحان الله، صارت بالشغل. انا عم شيل علبه بروتين احطها بالرف بالرف بس خلاص، وصار مثل هيك شيء مزق. بس المشكله اني ما حسيت الم، ما انتبهتش. ايوه ما في الم او شيء يعني. بس لما رحت للبيت بالليل عم باخذ دوش ووقفت قدام المرايه عم نشف، شفت هون في فتحه هون. ضليت يعني دقائق ما استوعبت هاي الشيء يعني، بحيث يعني نكون صريحين نزلت دموع من عيني يعني. طبعا يعني انصدمت يعني، شيء كان شكله مو حلو طبعا، صعب. ففتت ما فهمت انا شنو بالضبط هو اللي صار، فتت بالجوجل وباليوتيوب. بس إذا كانت شغالة شغالة لأن أوكي. هي رابطين. أيوه الرابط الواحد المخلوع كان. ففتت قريت فهمت شنو اللي صار. ثاني يوم رحت للمستشفى، وعادة بالسويد ما يسوي لك عملية إذا أنت فوق عمر يعني تحت فوق 30 سنة. أيوه إلا تروح دكتور أخصائي. بس شرحت لهم انه هاي يعني جزء من شغلي وهاي حياتي وهاي تقبلوا هذا الشيء الحمد لله. زاد ان الدكاتره من دكتور من الدكاتره اللي عارفه اعطاني رميز قوي تشخيص كتاب يعني. فقبلوا ورا 3 ايام سووا العمليه. انا كنت توقعاتي انه بس رابط البايسبس مخلوع، بس العمليه على اساس العمليه تطول 45 دقيقه. بس طولت 3 ساعات. لان اكتشفوا انه شيء مخلوع كمان من الكتف، فاضطروا يرجعوا هذا مكانه وهذا مكانه، ويعني فوراها يعني ما قدرت اتدرب التمرين اللي كنت اني حاطه ببالي انه ابني واقوي عضلات اللي عندي ضعيفه. 6 اسابيع 7 اسابيع بدون تمرين خسرت كل شيء يعني. طبعا يعني حتى انا مريت بظرف زيك كده برضه. عملت عمليه لان رجلي الشمال دي كانت حصل فيها شلل بسبب انفجار في الغضروف. الواحد كان برضه يعني انا مش لاعب كمال اجسام، بس الواحد كان في وزن كويس ومخلي شكله حلو لطيف عشان يبقى مواكب للي هو بيعمله يعني. انت بقى جنب احمد مش هبقى باين جنبه صغير. فطبعا الواحد برضه خسر وزن في الوقت ده جامد قوي. فانا اكتر واحد ممكن اكون متفهم احساسك كان عامل ازاي يعني. اي والله كانت فتره كل صعبه، خصوصا الواحد متعلم عنده روتين بالزبط. يروح للتمرين ياكل وجباته يشوف جسمه شوي شوي عم يصغر، العضلات عم تروح. فكانت يعني ايام صعبه، خصوصا اول كم اسبوع الم مو طبيعي يعني. ما اقدر انام مثل ما اريد. بس سبحان الله يعني مثل الله كاتب لك شيء يريد يصير بالضبط. ونفس الوقت جسمي اخذ الراحه اللي يريدها. فرجعت شويه شويه للتمرين مع تمارين طبيه. مع ناس علاج طبيعي. علاج طبيعي مع ناس يعني اختصاصهم هذا الشيء. تقريبا يعني قول ورا 4 شهور العمليه قمت اقدر شويه اشيل الاوزان اللي انا اريدها. فالاوف سيزن مالتي ما كان يعني مثل اللي انا اريده يعني، كله على بعض انا بلشت البريبريشن الى مستر اولمبي هالسنه يمكن 4 اشهر 5 الى 4 اشهر ونص. مع نفسك المره دي ولا كان في مدرب؟ مع ديف ولومبا كمان تاني. ايه الفكره في كده يعني؟ الفكرة انه انا برأيي يعني واحد لازم يعطي فرصة شوي للمدرب مالته انه يتعلم جسمك، يكون انت احتكاك معه ومعاك اكثر مع بعض، انه تقدر تتناقشون على امور يعني تلقوا لها حلول. لان اذا رحت لغير مدرب يمكن راح يصير نفس الخلل، ما يعرف جسمي بالضبط 100%. وهمات راح يصير نفس الخلل اخر اسبوع اخر ايام، وهم اترك المدرب هذا واشوف لغير مدرب وارجع على نفسي يعني مثل ما تقول نرجع بخطوه اولى مره ثانيه. بالضبط صح صح. فاحسن واحد يظل مع نفس المدرب ويحاول ما يسوي نفس الاغلاط ويطور حاله شويه شويه مع بعض يعني. فهي هاي الفكره يعني. طب ده كويس. لو رجعنا بقى بخطوه كده وقلنا احمد عمل استثمارات جوه العراق بحيث ان هو ينمي لعبة كمال أجسام ويطور فيها لأنه هو بطل يعني شعبي هناك. عملت أي حاجة في العراق؟ والله ما عملت كثير شغلات يعني، أنه بس رحت شوي زرت نوادي ومحلات سبلمنت
لما سافرت هناك على مود الشركة مالتنا والتقيت بأشخاص يعني استقبلوني يعني هواي ناس وسؤال وجواب وحاولت قد ما أقدر أعطي يعني من خبرتي لهم. وهسه قبل الأولمبيا بعشر أسابيع عملت غلطة شوي بس نفس الوقت كانت سفرة حلوة. كلمني عن الغلطة. يعني كانت سفرة كتير حلوة مفيدة للشركة بس نفس الوقت أثرت على تحضيري إلى هاي البطولة. انت تشوفوا اللقطات دلوقتي هنزلها لكم. أحمد هو قاعد بيحمل الأكل بتاعه. يراد لي أفخاد رجلين أكبر. هل أنت كنت مستكبر نفسك عليهم؟ الصور وهاي يعني بين أول عشرة كنت استحق أنه أنا أكون موجود. فكابتن أحمد ده يحكي لنا هو لما ما سمعش اسمه في النداء الأول